اختتمت أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 الذي جاء برعاية مصرف البحرين المركزي وبشراكة استراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية وبتنظيم من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وشارك في المنتدى الذي استمر على مدى 3 أيام أبرز القيادات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال وممثلي المؤسسات المالية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. من منطلق تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة حاضنة لمختلف مجالات التكنولوجيا المالية، جاء منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2023 الذي اختتم أعماله اليوم، حيث تضمن استعراضا لتجارب رقمية وجلسات نقاشية لتبادل المعارف والخبرات. مشاركتنا احنا كشركة بنفت، خلينا نقول احنا البنية التحتية للشركات التكنولوجيا المالية في البحرين، بحكم ان احنا نقدم خدمات مالية واسعة للقطاع المصرفي. طبعا منها اللي هو الالكترونيك فند ترانسفير، المعاملات الالكترونية او مركز البحرين للمعلومات الائتمانية او الاي كي واي سي وغيرها من الخدمات اللي توفرها الشركه. طبعا مشاركتنا في هالمؤتمر حابين ان احنا نشوف الشركات الناشئه والتكنولوجيا المتطوره في مجال الفنتك وشلون ممكن ان احنا نلبي احتياجات سوق العمل والقطاع المالي بشكل خلينا نقول خاص في احتياجاتهم لتطوير التكنولوجيا الماليه، مو بس في عندنا في مملكه البحرين بس في بشكل اقليمي. المنتدى في جلساته الختامية ناقش مواضيع هامة أبرزها التحولات في مجال التكنولوجيا المالية والرحلات المهنية وريادة الأعمال وتطوير الجيل القادم من المواهب التكنولوجية، إلى جانب مناقشة التأمين الذي يركز على العملاء وغيرها من المواضيع النقاشية في التكنولوجيا المالية. بالنسبة لنا حق المجلس الأعلى للمرأة مهم أن احنا نشارك في هذه المنتديات على أساس أن جزء مهم من عمل المجلس أن هي تنظر في هذه القطاعات الواعدة ومن ضمنها القطاع في التكنولوجيا المالية. تماشيا مع هذه وجود المجلس اليوم في هذه المنتدى يكون ننظر إلى ما هي العوائق أو اللي تمنع المرأة من دخول هذه المجال. تماشيا مع هذا التوجه صار في عام 2020 تشكيل لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وهذه اللجنة معنية بالنظر في البنى التحتية اللي موجودة اللي هي تساعد المرأة في دخول هذه المجال، كما تهدف اللجنة إلى رسم السياسات الداعمة للمرأة وللتوازن بين الجنسين في مجال التكنولوجيا المالية. الابتكار والتنظيم والاستثمار هي الركائز الأساسية التي ارتكزت عليها الجلسات النقاشية في المنتدى بمشاركة الخبراء والمختصين وممثلي المؤسسات المالية. أعلن بنك البحرين للتنمية عن مبادرته لتسهيل فتح حسابات مصرفية للشركات الناشئة المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية ساند بوكس التابعة لمصرف البحرين المركزي. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية. مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية وشكرا لقبولك الدعوة. بداية أستاذة، هل لك أن تحدثينا بشكل مفصل عن هذه المبادرة؟ طبعا بالعكس، للشرف ان انا اكون من ضمن هاي النشره. طبعا هاي المبادره هي تعتبر احدى المبادرات اللي نقوم فيها في بنك البحرين للتنميه، ولنطلع من خلالها توفير افضل خدمات المصرفيه لعمالنا، وبدورها تخفف العبء على الشركات الناشئه والصغيره المتوسطه، حيث نعمل على تقديم تجربه ميسر لعمليه فتح حسابات المصرفيه للشركات الناشئه المشاركة في البيئة الرقمية التجارية للتكنولوجيا المالية، واللي هي تعتبر اليوم احنا نسميها ساند بوكس، اللي هو تابع حق مصرف البحرين المركزي. طبعا هاي البيئة بيئة مهمة لأنها تعتبر بيئة رقابية وتخدم التكنولوجيا والفنتك بشكل مستمر. طبعا نهدف من هاي المبادرة ان توفير اولا حلول مصرفية مريحة مرنة ندعم فيها ونطور فيها النمو الشركات الناشئة بالأخص في ضمن بيئة التكنولوجيا المالية المزدهرة في البحرين. وتتوافق هذه طبعا المبادرة مع أهداف البنك الأساسية المعنية لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة المتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة لتوفير خدمات مصرفية ضرورية لنجاحها. أستاذة، ما هي المميزات التي ستحصل عليها الشركات الناشئة بعد إطلاق هذه المبادرة؟
طبعا عن فتح الحساب عن طريق بنك البحرين التنمية، طبعا اللي احنا تكلمنا عنهم اللي هم الساند بوكس، راح يحصلون على عدة مميزات. من أهم هاي المميزات اللي هو تعزيز ثقافة فتح الحسابات والإدارة البنكية، استخدام منصة التجارة التي أطلقناها في بداية العام الجاري، بعد دراسة شنو احتياجات السوق للشركات الناشئة والصغيرة، وهي تعد منصة إلكترونية الأولى من نوعها اللي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وإدارة كافة حساباتها الرقمية بكل سهولة من غير أنهم يحتاجون يمرون الفروع. بالإضافة إلى ذلك طبعا اليوم إحدى المعوقات اللي يحصلونها اللي هم الشركات في الساند بوكس أنهم شلون يقدرون يديرون أعمالهم، شلون يقدرون يحصلون تمويلات، وبالأخص يكون عن طريق إلكتروني، وشلون يقدرون يحصلون اللي هم مدير أعمال مسؤول عن حسابهم. اليوم هاي راح تكون كل هالمميزات موجودة لهم من بداية حسابهم لمنصة إلكترونية، ليه خبير أو مدير حسابات حق البنك، ليه في المستقبل إذا كانوا يحتاجون تمويلات مالية. بالتأكيد السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أكد عدد من الخبراء خلال فعاليات النسخة العاشرة من منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وتعزيز الاقتصاد، كما وضحوا كيفية مساهمته في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص اقتصادية جديدة. الاصطناعي راح يساعد الدول في الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد الرقمي، حتى ايضا في موضوع التطبيقات او في سرعه اتخاذ القرارات. قبل كنت تحتاج يمكن فريق عمل كامل ان يبحث عن المعلومه ويصنع المعلومه، الان عن طريق التطبيقات الذكاء الاصطناعي المعلومه بسرعه تقدر تسويها، التطبيقات بسرعه تقدر تسويها، بس ايضا للحين تحتاج الافراد اللي يعرفون يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الكل متخوف كان ان الذكاء الاصطناعي راح يمشي موظفين، لا هو العكس، انت للحين تستخدم وتستفيد من الموظفين على اساس انه يستخدمون الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي راح يطور اشياء كثيره، راح ينمو الاقتصاد، راح يزيد من التسويق، راح يزيد من المبيعات، راح يزيد من سرعه اتخاذ القرارات. I think that at first something like AI is a novelty, and when you start to see the new. أعتقد أن شيئا مثل الذكاء الاصطناعي يعد في البداية أمرا جديدا، وعندما تبدأ في رؤية القدرات الناشئة الجديدة خاصة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، سوف تعتقد أنه يمكنك إنشاء صور أو استخدام دردشة تشات جي بي تي، ولكن هذه الحداثة ستؤدي في الواقع إلى التغيير في الوحدات الاقتصادية، وأعتقد أنه سيزيد من النشاط الإبداعي البشري، والذي سيؤدي إلى تحول اقتصادي ضخم في الوحدات الاقتصادية وسوق العمل. AI makes everything significantly more efficient. الذكاء الاصطناعي يجعل كل شيء أكثر كفاءة، وقد أظهرت بعض الدراسات السابقة زيادة بنسبة 60-70% فيما يمكن القيام به، ودور البشر هو التفكير في كيفية الاستفادة منه حتى تسرع التكنولوجيا وتسمح لنا بالإبداع أكثر.